أنا دبرت مكان لضل فيه، رح أترك البيت وروح منه. زهين اللي شو عم بصير؟ معقول تخليها تروح؟ نحنا ما فينا نجبر حدا يضل، تركيها تروح. إذا مو مبسوطة هون نحنا ما منقدر نجبرها تعيش معنا أبدا. ما فينا نعطيها الرفاهية يلي متعودة عليها. شو هالكلام؟ رفاهية شو هي؟ ايه وشو مشان الناس؟ بعدين اللي شو بدنا نقول لأحسان؟ نحنا لا تنسى هي كنتنا ومن حقنا نمنعها انه تطلع. بس انا مو كنتكن خالتي، انتو بتعرفوا ظروفي منيح وبتعرفوا ظروف هذا الزواج. بيني وبين زاهين بالاساس ما في اي شيء ولا ممكن يصير. حتى زاهين رح يبعت لي اوراق طلاقي بهاليومين، اذا ما بعتن فرح اضطر ارفع دعوة طلاق. ماشي بنتي، انا هلا رح وصلك لك. لا عمي صابر، انا طلبت تاكسي. يا بنتي ابني لساتك هون؟ روح وقفها، هاي بنت صغيره، شو بدنا نقول لابوها؟ لك بركي صار لها شيء، هي هلا من مسؤوليتك. روح.